فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. المؤمنون يتولون جنازة المؤمن، وما أحسن ما شرع الإسلام في حق الميت المسلم، كما ذكر ابن القيم أنه شرع في حق المؤمن الميت أحسن ما الشرائع، في أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، يجتمع المسلمون ويصلون عليه ويدعون له ويترحمون عليه، ثم يدفنونه مع إخوانه أموات المسلمين، ثم يزورونه بعد ذلك، ما تنقطع موالاتهم له، بل يزورونه في قبره ويدعون له، أو يدعون له حتى وإن كانوا بعيدين عن قبره. فالحاصل أن ولاية المؤمنين للمؤمنين مرتبطة لا تنفك أبدا في الدنيا والآخرة، وهذا من كمال هذا الدين الذي جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.